نذهب دعنا بالخير نسير عش عمرك بالإحسان ساعد غيرك يا إنسان لا فرق هنا بالألوان لا فرق غني وفقير زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير من أمم وشعوب جئنا أفضلنا أحسننا شأنا من كان له النور طريقا أسعد ومن للتعمير أسعد ومن للتعمير عيش عمرك إيجابيا إياك تكون سلبيا افتح أبوابك للغير كن دوما للحق سفير كن دوما للحق سفير زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير زوار نأتي نذهب دعنا بالخير نسير عش عمرك بالإحسان ساعد غيرك يا إنسان لا فرق هنا بالألوان لا فرق غني وفقير زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير ثقافتنا مبادئنا وعاداتنا جميعها قيم تضرب جذورها أعماق روحنا والأرض والوطن فهي قيمنا وقيمنا كشجرة متعددة الفروع وتحت ظلها أخلاقياتنا تلك الأخلاقيات التي عرفها الإنسان منذ بداية الحياة وإلى نهايتها وهذه الأخلاقيات هي التي دعا إليها ديننا الإسلامي ومختلف الأديان وحتى أصحاب العقول الراجحة والتفكير السليم قيمنا هي حياتنا ولا حياة بلا قيم في هذه الحياة بكل تناقضاتها بإيجابياتها وسلبياتها يسعى الإنسان لتحقيق أهداف متنوعة ومع تطور المجتمعات وازدياد دائرة الالتزامات والمسؤوليات يقف الإنسان حائر يتساءل هل أنا أحقق التوازن؟ أم أن هناك أشياء تطغى على أشياء أخرى في زحمة هذه الحياة؟ إن التركيز على تحقيق التوازن والاعتدال في كل نواحي الحياة المالية والنفسية والاجتماعية والنواحي حتى الدينية والدنيوية هو أمر أساسي لتحقيق السعادة فتحقيق الموازنة بين الرغبات والاحتياجات والعواطف أمر ما هو بالساهل والتوازن فيما يخص بناء العلاقات أمر غاية في الأهمية لهذا اجعل علاقاتك متوازنة مع والديك مع أبنائك مع أقربائك مع أصدقائك فهم عامل جدا مهم في حفظ التوازن بحياتك وخاصة التوازن مع من تزوج لأكثر من امرأة فالظلم هنا ظلمات يوم القيامة فللأسف هناك الكثير من الإهمال والإهمال إهمال الزوجات أو يهمل الزوجة الأولى أو الثانية ويهتم بالأخرى اعلم أنك مساءل أمام الله ولا مفر لك من هذا اليوم إن التوازن ما هو بالمال فقط بل أبعد من هذا التوازن عن طريق اللطف والتواصل وهناك من قال حتى التوازن على النظرة والإيماءات واللمسة الحانية فأنت مساءل على كل معاملة تعاملها إذا عاملت وحدة أكثر من الأخرى يعني عاملتها بقدر أكثر واهتمام أكثر أنت مساءل على هذا التعامل وأي تقصير إنما هو ظلم كبير وقال تعالى عن الظلم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون أحبائي
استمتعوا بحياتكم بكل ما فيها، واجعلوا التوازن والاعتدال مبدأ تعيشون عليه، واغرسوا هذا المبدأ في عقول أبنائكم حتى تؤسسوا مجتمع أكثر متماسك وأكثر ألفة، وانطلقوا منها لبناء حياة أجمل وعلاقات أفضل. كن متوازن، كن إنسان ناضج وشخصية ناجحة، كن متوازن، كن إنسان خلينا نقول الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. في التوازن تصنع لك أجمل حياة، ودمتم بود.